أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم محكمة العدل الدولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقا لما ورد في القانون رقم ثمانية لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة. وقال سعادة وزير الخارجية ردا على سؤال مقدم من النائب البرلماني محمد السيسي البوعنين حول المعلومات المنشورة في مقال صحيفة لوبوان الفرنسية للكاتب إيان هامل في الثالث من نوفمبر 2021 بخصوص الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية إن وزارة الخارجية تتابع ما ورد في المقال المذكور من حجج وأسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي وهي محل البحث والدراسه المتانيه واضاف ان مملكه البحرين تؤكد اهميه حل الخلافات الحدوديه بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالطرق السلميه وقد اعلنت المملكه في اكثر من مناسبه استعدادها لبدء مباحثات ثنائيه مع دوله قطر طبقا لما جاء في بيان قمه العلا الخليجيه بهدف معالجه كافه القضايا والموضوعات العالقه وكان النائب محمد السيسي البعينين قد تقدم بسؤال لسعاده وزير الخارجيه بشان المعلومات الوارده في مقال منشور في صحيفه فرنسيه للكاتب اين هامل والمستند الى اراء وتعليقات فقهاء وباحثين في القانون الدولي والتي تؤكد أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في عام 2001 قد حرم مملكة البحرين بلا مبرر من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع ومياهها الإقليمية، فضلاً عن اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدمتها دولة قطر للمحكمة بسوء نية وتم الاكتفاء بسحبها دون أي محاسبة وفقاً لقانون القواعد الدولي العام بعد أن تخلت دولة قطر عن تلك الوثائق التي ثبت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة علما بانه وحسب ما جاء في المقال المشار اليه ان محكمه العدل الدوليه استندت في خط ترسيم الحدود بين مملكه البحرين ودوله قطر الى خريطتين متناقضتين الامر الذي يترك شكوكا جديه مع قواعد العدل والانصاف حول دقه هذا الخط